نتحداكم متى سيأتي سيدكم الإسرائيلي في حربه لاجتثاث المقاومة ودفعها بالحد الأدنى إلى ما وراء الليطاني وتدمير عمقها في الضاحية. اللي منكم عنده جواب يشرفه، واللي ما عنده جواب مثل ما بيقول الخوري بالكنيسة، من كان لديه كلمة فليقولها الآن وإلا فليخرس إلى الأبد. أنا رح لكم اللي عم بصير، اللي عم بصير شوفوا بغزة، هذا اللي عم بصير لتفهموه، تابعوا أخبار غزة كيف أن المقاومة الآن تمسك بكامل زمام المبادرة العسكرية. المقاومة الآن كل يوم، هلا الإسرائيلي مبارح معترف بخمس قتلى مبارح بس و35 جريح، هذا بس يوم واحد، وهول بعمليات شي قنص شي عبوات شي اقتحامات، حتى التفجير على أطراف بيت لحم مبارح، العمليات داخل الضفة، العمليات بالغور، العمليات، واضح أنه المقاومة تمسك زمام المبادرة، وأنه جيش الاحتلال حتى قصف الصاروخ على تل أبيب له رسالة له معنى، برأي المستوطنين له معنى. ما أنت المعركة على مين؟ المعركة هل يستطيع هو أن يدب الذعر في قلب جمهورك؟ ما أدري يدب الذعر. أهل غزة متماسكين مع مقاومتهم، وأهل الجنوب متماسكين مع مقاومتهم، وهو تتفكك من حوله بيئته الحاضنة، ولذلك بدأ يتحدث عن ما بدنا حرب. من أيمتى نتنياهو بيقول ما بدنا حرب ولا نريد تصعيدا؟ قال أنت مبارح بيقول أنه وضع الشمال لا يطاق وسنجد له حلا، لكن ليس الآن، ليس الآن، ليس الآن. ليل مش الآن، ما إجتك اللحظة، شو ناطر؟ يعني شو بدك أحسن من أنه الأمريكان يكونوا عندك؟ مثل ما أنا بالزمان عملت كتاب بال85 ستة شباط الثورة التي لم تنتهي، عامل فيه فصل بقول أنه إذا أراد أمين جميل أو بيير جد يعني أو بشير اللي كان قتل أن يتخيل بماذا يحلم ليبني دولة الكتائب. كان بيحلم باجتياح إسرائيلي يوصل لبيروت، صار. كان بيحلم قوات أمريكية ومتعددة جنسيات، صارت. كان بيحلم بتفويض عربي ليروح يفاوض إسرائيل ويعمل اتفاقية سلام معه، راح أخده من قمة الدار البيضاء. كان بيحلم بأنه سوريا تخرج وتبعد إلى أطراف الحدود اللبنانية، حصل. أن تخرج منظمة تحرير من لبنان، حصل. طيب إذا حصل على كل هول وخلال سنة انهار حكمه، في خبرنا شو هي الشروط اللي ممكن تخليه يرجع يحكم؟ خلق بعد يتكرر شيء من هول أصلا. طيب حتى عن الإخوان أنا كمان قلت نفس الكلام، إذا كان يحلم يعني جماعة الإخوان بظروف مناسبة ليقولوا فيها نحن الآن نضع برنامجنا قيد التطبيق، في أكثر من أنه يكونوا بتركيا ومصر أكبر بلدين إسلاميين في المنطقة، مش عم نحكي عن إندونيسيا، عم نحكي 100 مليون ب 100 مليون، وتونس معهم حاضرة اعتبارية معنوية، وبسوريا عم بيخوضوا معركة، وبالأردن هن القوة الأشد وزنا، وباليمن موجودين عبر حزب الإصلاح، وبليبيا موجودين وهن نص الحكم، وبالسودان عم يتجهزوا للحكم. شو في بعد أكثر؟ والأمريكي راضي كثير مهم عن استلامهم للسلطة. شو في بعد بيحلموا عناصر قوة ليفعلوا ما كانوا يعدون بأنهم قادرون على فعله، وهو هني مشروع تحرير فلسطين، وعندهم الفصيل الأول يفترض من رحم الإخوان في فلسطين اللي هو حركة حماس. طيب فشل الإخوان رغم كل هذه العناصر يعني فشل إلى غير رجعة، وفشل آل جميل وحزب الكتائب بال83 فشل إلى غير رجعة. الفشل الإسرائيلي الآن هو فشل إلى غير رجعة، غير رجعة. لما الإسرائيلي بيطلع بعد هذا ويقول أنا لا أريد تصعيدا ويقول أنا لا أريد حربا، هذا تحول كبير، وهذا التحول الكبير عكس تكوين وتركيب إسرائيل. إسرائيل مبنية كل فكرتها على أنها تفرض أمنها بشو؟ بالحرب. طيب هي نفسها بتقول شو بدي هلأ؟ عم نحكي بعقل، جيبوا تصريحات الإسرائيليين، دراسات مراكز الدراسات الإسرائيلية، الوثائق الرسمية للأمن القومي الإسرائيلي كلها بتقول حزب الله تحدي.
وبتقول حزب الله راكم قوة وحزب الله وحزب الله، هذا حكي ما يعني ما بعتقد انه بده اثنين الا في حدا بحب يتولدن يصطفل يتولدن. انا عم بحكي اذا في حدا بده يحكي عقل ومنطق، الاسرائيلي عم بيقول هيك والامريكي عم بيقول هيك وجايين لنردعه، وهي الحاملات المكلفة كل يوم 10-15 مليون دولار بس بتواجدها جاي لتردع، والاسرائيلي عم يا سيدي عم يتكلف على حربه معنوياته وإعلام، ما عم بيموت إلا دجاج، وما في عسكر عم بيموت، وما في إصابات، وما في بيوت عم تحترق، وما في ما في شيء، بس المستوطنين لأنه نايلون هربوا. علما هاي المستوطنات لمعلوماتكم بنيت على الحدود لتكون خط دفاع أمامي مش لحتى يهربوا. على كل حال طيب هربوا هالمستوطنين، وهو بيقول حزب الله تحدي، وعم بيقول دمر 8000 صاروخ. يعني في تفسير ليش ما قال إن هذا هيك البيان الإسرائيلي، بالرغم من الضربة الوقائية الاستباقية التي قمنا بها والتي منعت حزب الله من أن ينفذ التهديد كما شاء، إلا أننا لن نتسامح مع انتهاك خط أحمر اسمه التجرؤ على التفكير بإرسال طائرات مسيرة إلى أجواء تل أبيب، وسيلقى عقابا على هذا خطأ التاريخي يجعله يندم. وتنطلق قواتنا الآن عبر الحدود لتجلي حزب الله بالقوة إلى ما وراء الليطان. ليش بدل هالبيان طلع البيان اللي بيقول نحن لا نريد التصعيد، نحن لا نريد الحرب، وإذا كان حزب الله يعتبر أن ما جرى مرضيا له فبالنسبة لنا الأمر انتهى، فتحنا بن غوريون، بعتنا الوفد على القاهرة، ويا دار ما دخلك شر. في واحد بده يكون عقلته براسه ويقعد ويقول يا عمي شو اللي عم بيصير، شو اللي عم بيصير؟ يعني مثل إذا بعد 7 أكتوبر إجا الإسرائيلي قال طالما أنهم عادوا إلى غزة وتركوا مستوطنات الغلاف فنحن لا نريد التصعيد ولا نريد حربا، وهي المخطوفين جاهزين نتفاوض عليهم، أصلا نحن كنا جاهزين نحكي بموضوع الأسرة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وهلأ منكلف وفد بأنه بالتنسيق مع مصر يصير في مفاوضات من أجل الإفراج عن الأسرة. ليش هذا بسبعة أكتوبر لو طلع هالبيان شو كنا قلنا؟ أنه إسرائيل هزمت بعد هذا، والآن قلنا 11 شهر تعبئة تعبئة تعبئة، الحرب آتية الحرب آتية، بعد مبارح هوكشتاين وسيجورني ومن لف لفهما بعد منهم عم بيكمل يلا 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 الحرب جاي. إذا حزب الله بيرفع راسه وبه وبيعمل شيء بيزعج، طيب هو عم بيقول أنه انتهك أجواء تل أبيب. هذا أمر يعني جلل، أمر لا يعني لما بعت اليمن طائرة يافا فوق تل أبيب، راح ضرب الحديدة قتل 80 واحد ودمر محطات الكهرباء ودمر خزانات الوقود وإلى آخره. هلأ اللي ما بدهم يعترفوا أنه الإسرائيلي ضعف يصطفلوا ينفزروا. الإسرائيلي قلنا لكم ب2006 هو قال هزمنا، وفي عرب ولبنانيين ضلوا يقولوا لا الإسرائيلي ما انهزم، وراحوا طبعوا معه على أساس مبسوطين وأنه الإسرائيلي القوة العظيمة في المنطقة، يعني أنه اللي بده يندحش فيه احنا مش ماسكين حدا. لكن عم نقول للي عنده عقل، اللي بده يفكر بعقل بده يجي يقول ليش 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 الإسرائيلي فوت هذه الفرصة؟ ما هو يريد إعادة حزب الله إلى ما وراء الليطاني، وهو يهدد بتدمير قوته، وهو يقول إن التحدي الاستراتيجي الأول هو قوة حزب الله، وهو يملك القدرة على التعامل معها كما يزعم ويدعي. فإذا كان هذا صحيحاً شو المفروض يعمل؟ المفروض الآن هو الوقت، وأصلاً كان كل الحكي هيك إنه إذا بتحلم يا نتنياهو لتعمل الحرب التي مضى لك 11 شهراً تتحدث عنها، شو بتحلم يكون عندك؟ يكون عندي أمريكان موجودين بالمنطقة بكامل قوتهم تحت عنوان دعم إسرائيل، يكون عندي ذريعة يقدمها حزب الله لأشن حربا ولا يشعر الإسرائيليون بأنني ورطتهم في مواجهة في غير أوانها. وبالتالي السؤال الآن هو عندما يحجم الإسرائيلي عن هذا ويستبدل خطاب الحرب بخطاب لا نريد حربا، بخطاب لا نريد حربا، ويصبح خطابه عقول، خطاب حملان، لا نريد حربا ولا نريد تصعيدا، إذن هذا له معنى واحد. يا جماعة لا تبقوا بالمركب الغارق، المركب الإسرائيلي غارق،
هذا المركب فاشل، هذا المركب أيامه باتت معدودة. لا تراهنوا، لا تعلقوا، لأنه أنتم بالآخر باقيين، كونكم عرب باقيين مع إخواتكم ببلادكم، اللبناني مع اللبناني والسوري مع السوري والفلسطيني مع الفلسطيني. لا تشدوا إيدكم زيادة بالإسرائيلي، هو نفسه فقد الثقة بقدرته على التغيير بالقوة. والدليل أنه مش قادر يغير بالقوة بس مستوطني الشمال، حدا يقول لي كيف بده يرجعهم؟ طيب هل عم يعدوا ينائروا ويسبوا هذا؟ بيستبدلوا الشتائم، يستبدلوا الحكي على الدجاج ويحكوا بشيء تاني. يقولوا مثلا سيعيد المستوطنين، هن عم بيقولوا كانوا انه عندنا استحقاق اول ايلول بدء الموسم الدراسي. خلينا الشيء مفيد، رح يرجعون يعني رح يفتح المدارس باول ايلول ويرجع المستوطنين؟ قولوا لنا كيف. كيف ما رح يرجعون؟ بيرجعوا بطريقه واحده، اذا رح وقف الحرب بغزه واذا قبلوا شروط المقاومه. هالقد ما عنده حل تاني، والا كان لازم هلا استحقت مثل ما بيقولوا المحقوقية واجت الساعة وراح وحزب الله ارتكب غلطة عمره وحلق في أجواء تل أبيب. شو بيعمل الإسرائيلي؟ ببلغ، بيطلع بيان ناري، هذا الدخول إلى أجواء تل أبيب قدس الأقداس، حرمة المحرمات، أمن الإسرائيليين، أمن الاقتصاد، أمن السكان، ستدفع الثمن غاليا، وإسرائيل سوف تؤدب من يتحدى أمنها الاستراتيجي وينتهك أجواء عاصمتها. يخي والله ما قتلت حدا المقاومة، ولا صابت ولا هدف ولا موقع عسكري ولا جرحت جندي ولا قتلت جندي ولا ولا شيء ولا 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 شيء أبدا أبدا، بس فاتت على أجواء تل أبيب. بالزمان كان إذا طائرة شراعية مش فيها استشهادي، لا مرات لما كانوا عم يعملوا التدريبات الشباب قبل عملية معلوت وقبل غيرها، كانوا طيارات قصب توصل يفوت الإسرائيلي على 4-5 ضياع أشي لفة. طيب إنه تل أبيب يا جماعة، تل أبيب بعدنا مبارح يافا وصلت على تل أبيب، عشرات الطائرات المسيرة وصلت على تل أبيب. بس أنا ما بدي تعمى، ما عملت شيء يا خي، ولا أزت ولا حققت ولا المقاومة انتقمت ولا عملت رد يليق باستشهاد قائدها، وكل هذا مظبوط، ما بصمنا لكم كله مظبوط. ومثل ما لما استشهد القائد قاسم سليماني الرد على عين الأسد كان مناظر، ومثل لما ضربوا القنصلية بالشام 300 طيارة وصاروخ، واللي قال بايدن لو ما تدخلنا نحن تدمرت إسرائيل كمان مناظر وإعلام. السؤال مش هون، ليش الإسرائيلي ما بيروح على الحرب؟ مش أنا عم أقول له تعا على الحرب، هو قال أنا بدي أعمل حرب. هو قال حزب الله تمادى كثيرا، هاو الفرقيعات والفتيشات اللي عم يبعتهم هاو مش صواريخ وهو مش طائرات مسيرة، ومش عم بيقتلوا حدا، وما عم يحرقوا الغابات، ولا عم بيخربوا، ولا عم يخلقوا هلع ولا رعب ولا ذعر ولا شيء، بس المستوطنين هبل فلوا وهو مسؤول عن مستوطنين ويرجعون، مش عم يقدر يقنعهم يرجعوا بلا ما يرد حزب الله لورا. هو هيك عم بيقول، والحل بالقوة. ليش ما أخذ هذه الفرصة اللي أنتوا خبرتونا أنه هو ناطرة، واللي ما بقي حدا إلا ودق البواب ويقول الإسرائيلي جاي، الإسرائيلي، اوعى تردوا، اوعى تفكروا بالرد، لأنه رح يمسح الأخضر واليابس، رح يفوت يحرق الضاحية، رح يقتحم ويفوت إلى ما وراء الليطانة. طيب حدث هذا، ارتكب حزب الله الحماقة التي قلتم يجب ألا يرتكبها، ناطرين الإسرائيلي يعمل ردة الفعل. وإذ يخرج علينا الإسرائيلي ويقول لا 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 لا، نحن لا نريد حربا، نحن لا نريد تصعيدا، والأمر عند حزب الله. عكل حال إذا في حدا ما بيعني له هالكلام شيء وما بيعتبره شيء له معنى، وما بيعتبر إحجام الإسرائيلي عن الحرب له معنى، وما بيعتبر أنه إسرائيل هربت من فرصة الحرب، وما بيعتبر إسرائيل بلعت لسانها بعد 11 شهرا من التهديد، وما بيعتبر أنه الحديث عن إعادة حزب الله إلى ما وراء الليطاني تجليطة، وما بيعتبر الحديث عن قصف الضاحية وتدمير لبنان تجليطة. إذا ما هو ما بيعنوا له شيء وما بيعرف يقرأ يتشحر، شو بعمل له أنا؟ لا فيني العقل ما بيتركب يعني برغي. الإسرائيلي بيحسب، نحن بنحسب، هو بيقرانا نحن بنقرأ، مظبوط هو أرانا، مظبوط هو أرى أن هذه المقاومة جادة لا يردعها الأمريكي ولا تقيم له حسابا،
وإذا تدخلت بوارجه فقد أعد لها عدتها. هذا معنى الكلام. هو بيعرف أنه إذا قام بقصف الضاحية ستقصف تل أبيب، وإذا دمر أبنية ستدمر أبنية، وإذا دمر مطارا سيدمر المطار، وإذا دمر ميناء سيدمر الميناء، وإذا أسقط أبراجا سكنية ستسقط الأبراج السكنية، وساعتها أنتوا بتصيروا دجاج. هو اللي عم بيجعدنوا هن اللي رح يصيروا دجاج، بس مش رح يقتلهم حدا أبدا، رح يحطوا لهم معلف شوية شعير يتسلوا فيهم. لكن بيعرف الإسرائيلي التبعات، بيعرف أنه إذا أرسل دباباته لإبعاد المقاومة إلى ما وراء الليطانة ستدمر دباباته. بيطلع حدا بيقول لك وين دبابات؟ لا روحوا احضروا الأفلام تاعت حرب 2006. طيب إنه شو بعملكم أنا إذا أنتوا جهلة إلى هذا الحد؟ مجزرة الدبابات مثال الخيام منا موجودة على الفيديو، مجزرة الدبابات بوادي الحجير منا موجودة على الفيديو، مقتلة الإسرائيلي ببنت جبيل وبعيته وب شو اسمه مارون موجودة باعترافاتهم بفينوغراد، معاركهم الآن في غزة منا مسجلة بالفيديو، كيف يدخل المقاتل تحت الدبابة وبيحط لها عبوة، وكيف يطلق عليها قذيفة 105، وكل يوم 5-6 دبابات، إلنا 6 أيام 7 أيام، كل يوم كل يوم مبين في موجة جديدة من التصعيد على مستوى المقاومة الإسرائيلي مش قادر يتعامل معها. وهو بات يدرك الآن أنه إذا ركب موجة التصعيد فهو سيسرع في ساعة الخراب الثالث،